فالبلغاري يبغى الحين يبغى يشوه القضية، فقال إيه ما عليش حتى لو أقنعتني في هذه، كيف تقنعني في قضية المحرم؟ كل مكان تروح المرأة محرم 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 محرم، والرجل يروح على كيفه صح؟ قلت له هذه ميزة للرجل للمرأة. قال كيف ميزة للمرأة؟ هذه ميزة للرجل، والمرأة مسكينة ما تروح إلا مع محرم في الإسلام. قلت له ممتاز، هذا عيب في الإسلام؟ جماعة قاعدين يسوون الثلاثة أنها أحسن من الخمسين. قلت ممتاز هذا عيب ولا زين؟ قال لا عيب. خمسين. قلت ممتاز هذا عيب ولا زين؟ قال لا عيب. قلت له شفت الملوك وشلون يطلعون؟ وشفت كبار الشخصيات كيف يطلعون؟ يروحون على كيفهم ولا لازم معهم ناس؟ قال لا معهم ناس. قلت معقدين هذول يا، ما قد شفنا جريدة أو مجلة تقول الملوك معقدين، ما يقدر واحد يروح الحالة، لازم مع ناس ماشي. البلغاري عالم السعادة مبسوط، والأمريكي يبغى يخرب الجو. قال إيه لكن هذه اللي طالعين مع الحراس الشخصيين، طالعين مع الملك وكبار الشخصيات، هذول طالعين عشان غرض حماية. قلت ممتاز، وهو طالع معها عشان يغتصبها، هو طالب معها عشان يحميها. قلت لكن أزيدك من الشعر بيت، الملك قال الحراس الشخصيين اللي معه هو اللي يدفع لهم فلوس ويسكنهم على حسابه ويصرف عليهم، هذا الحارس الشخصي اللي طالع مع المرأة هو اللي يصرف عليها، يعني يحميها ويصرف عليها. البلغاري يقول ذاتس جريت، هذا شيء عظيم. ولم